تعادل فترات ثم مشاركته يعني في اللقاءات الأخيرة، ولكن من لاعبين مميزين يحتاج وقت أطول من كده. أدي أمامنا روزيكي اللي سدد الكرة الخطيرة، يطلع على طول، أدي الونش خطرة جدا، شوقي السعيد والكرة الحائرة والهدف في هذه اللقطة، الكرة الحائرة واللاعب بافون بانزي يسجل الهدف الأول هنا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. بافون بانزي يعطي الأمل هنا في هذه اللحظة ويسجل هدف التقدم لكابس يونايتد. مجموعة يعني فيها احتمالات كتيرة، فيها أمور كثيرة، لكن نادي الزمالك يرغب اليوم في هذه المباراة في تحقيق الفوز أو الوصول إلى التعادل. استنلي أمامنا متقدم كابس يونايتد، أدي واحدة من أيمن حفني، حكاية رواية وتسديدة، واستنلي يضيع، لف يخش لف يخش لف يخش يا شيخة، لف يخش يا شيخة، الهدف يأتي، أيمن حفني يا حفني يا حفني، تعملها كده يا حفني، تزعل منك الناس يا حفني، أنت حرام تقعد يا حفني، حرام حرام حرام. أيمن حفني يا جماعة هي لمسة واحدة، لا لاعب يلعب 90 دقيقة 180 دقيقة، أيمن حفني واحدة بس، واحدة حكاية لستانلي. صحيح في الدقيقة 74 بداع التسلل الغير صحيح، خطر جدا هذه الهجمة، وادي أمامنا خطير 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 يا راجل، حرام عليكم مش معقول، الأخطاء المتكررة، برايان أميديو بيسجل في هذه اللحظات هدف التقدم في الدقيقة أمامنا 75. الدفاع الزملكاوي هنا فين التغطية؟ فين الكرات؟ الكرة الراجل مشي براحته قوي وردت الكرة بهدف، ولكن نادي الزمالك ما قدمش الأداء المقنع. لما هنا أمامنا معروف يحاول، معروف ويعدل ويسدد ومعروف، لكن أمام تكتل لسه الفرصة قائمة، وادي أمامنا التدخل ومقطوع الكرة، أحمد توفيق وممكن انطلاقة وممكن هدف ثالث عن طريق اللاعب براين أميديو، فسح أحمد توفيق فيها، خد توفيق في اللقطة الماضية اللي ما عندوش أي نوع من التوفيق ليسجل براين أماديو الانتصار الغالي جدا لفريق نادي كابس يونايتد، نادي الزمالك وأبناء نادي الزمالك النهاردة لا يستحقوا إلا الخسارة، الأداء الهزيل والأخطاء المتكررة وغياب الروح.